هو إمام الدعاه وعمدة المفسرين، العالم الرباني والأديب اللغوي المرموق، رغم مرور حوالي 24 سنه على وفاته، إلا أننا وحين نستمع إلى خواطره الإيمانيه حول تفسير آيات القرآن الكريم، نشعر وكأننا نستمع إليها لأول مره، هو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي في مصر أرض المجددين. الشيخ محمد متولي الشعراوي المحور لمشروع التجديد عند الشيخ محمد متولي الشعراوي كان في تقديمه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الاهتمام بدقائق العلم والتبحر فيه فأصبح عنوانا فريدا للاتصال الجماهيري ولتبسيط العلوم ولنشر الدعوه الاسلاميه في اوساط المسلمين وغير المسلمين. رحم الله الامام الجليل محمد متولي الشعراوي. فضيله الاستاذ الدكتور علي جمعه اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بكم. اهلا بكم مولانا. اليوم هنتوقف عند محطة عزيزة وغالية في قلوب الجميع، جميع السادة المشاهدين وغير المشاهدين لينا الآن، وهي محطة إمام الدعاء فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. أولاً انطباع حضرتك عن هذه الشخصية بادئ ذي بدء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي كان عالما أزهريا بـ بـ بمعنى الكلمة يعني لما نقول عالم الواحد يتصور حاجة كده صورة معينة للعالم لما نقول أزهري برضو يتصور صورة للأزهري ولما يكون ده في عصرنا برضو الواحد يتصور صورة فهو كان النموذج الأتم والأسوة الحسنة للعالم الأزهري رحمة الله عليه. ولد الشيخ رحمه الله تعالى 1911. 1911 دي يعني مضى 11 سنة على بداية القرن الميلادي والقرن الميلادي كان 1317 1900 كانت 17 يبقى إذاً هو مولود تقريبا سنة 28 29 هجري 1329 الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى رحمة الله تعالى 1998 فلو حسبناها بالميلادي يطلع 87 سنة لكن لو حسبناها بالهجري يتم بها التسعين في هذا العمر الشيخ تعلم العلم واتقنه على النظام القديم النظام القديم كان يتميز بايه انه بيدرس لك كل العلوم النظام القديم يتميز بايه انه العالم الازهري يبقى لازم يكون حافظ القران مفيش حاجه اسمه عالم ازهري ومش حافظ القران ازهري يبقى حافظ القران النظام القديم يتميز بايه من حفظ المتون حاز الفنون النظام القديم يتميز بإيه؟ اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة أدي ده معناته أنه هو درس على النظام القديم 1911 لما يتخرج وهو عنده 25 سنة مثلا يبقى 36 37 يبقى إذن هو شاهد القرن وما فيه من أحداث ووصل به الامر الي انه اصبح مديرا لمكتب شيخ الازهر الامام الاكبر حسن مامون واصبح رئيسا لبعثه الازهر الى الجزائر في هذا الوقت كانت الجزائر تحتاج الى تغيير الاعتماد على الفرنسيه وتحتاج الى اقرار وشيوع اللغه العربيه والشيخ متولي الشعراوي محمد متولي الشعراوي كان رئيسا لتلك البعثه التي ذهبت لتؤدي هذا الواجب الاخوي العربي لشقيقتنا الجزائر بعد الجزائر ذهب الى السعوديه استاذا زائرا في جامعه الملك عبد العزيز وهناك الحقيقه يعني قوبل بعدما عرف علمه الكبير قوبل قبل بحفاوه انا متذكر ان الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى خطب في منى وهذا امر يعني عسير يوم لانه يوم عرف مظبوط فده امر انه واحد من خارج المملكه العربيه السعوديه يخطب يبقى اذا ده بلغ ايه الى الغايه في مكانة هناك كبيره والمقام وكل المعاني دي ثم م. صار استاذا بها درسته يعني ايه هو مشروع التجديد مشروع التجديد مبني على ما يسمى بالاتصال الجماهيري وان الدعوه سابقه شوف الكلام الدقيق الدعوه سابقه على العلم أدي مشروع تجديدي اللفتة دي تملي وإحنا بنحاول نجدد يعني كأننا أسرى في صندوق العلم يعني أنا عايز أطور العلم عايز أطور التعليم عايز وده مهم للغاية عايز أعلم الناس المنهج عايز أعلم الناس مش ع... كده إنما هو جاب لنا حاجة جديدة وهي إن الدعوة أهم من العلم اهم من العلم يبقى معناها ان مساحه وقتي وجهدي وذهني وشغلي في الدعوه يجب ان تكون اكثر من العلم وتحصيله في الوقت في المجهود في الكيفيه في الاداء لكن بعد ما حصل من العلم الكثير لا هو كو... لو ب... احنا كنا نقول والله يرحمه انت لو عرقت هينزل علم يعني لو عرق كده العرق ده يطلع لما تجمعه يطلع علم. مم. ايوه هو تعلم ولكن هل يريد ان يقوم بعمليه تعليم عشره مثلا تحت ايديه؟ ولا يتصل بالجماهير وينشئ بينها وبين القران علاقه لا تموت الا بموتهم مم. يعني خلاص بقت في لحمهم ودمهم صحيح لا الثانية دي مم. الاتصال الجماهيري المبني على الدعوة ولذلك تجد أن الشيخ الشعراوي مع جلالة قدره وعلمه و... وأنه فياض ما كتب ما فيش كتاب ألفه كده في البلاغة علشان يدرس فيه آه هو له محاضرات في طبع البلاغة طبع. وفي حاجة اللغة العربية بقى طبعاً في اللغة مرجع. العربية مرجع. في الموا... المواعظ أه. في الأفكار والخواطر والفتوحات أه. والكشوفات والأسرار والأنوار اللي كان ربنا فاتح عليه فيها وبالرغم من كل ده إلا أنه آآ 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 ملوش كتاب هو حتى مولانا أنه كان يسمي هذا العلم كله بأنه مجرد خواطر إيمانية وليس علم أو دروس علمية كان محددة كان في الحتة يعني. دي يقول لك إيه لو أن القرآن له تفسير معناه معناته إيه تفسير واحد يعني مظبوط لفسره رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ساب لنا القرآن أهو وادي التفسير ودي التفسير أهو لكن لما كان القرآن حمال أوجه والقرآن صالح لكل زمان ومكان إذا ففي لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد يخلق يعني يبلى لما تستعمل الملابس وتلبسها كتير وامتليها تتهري آه. واخد بالك آه. القران ما مش كده القران لا يبلى ليه لا تنتهي عجائبه ومن هنا اتى بكلمه الخواطر وكلمه كذا مشروعه التجديدي الذي اتى به فاثر في الناس وجعلهم اكثر ارتباطا بالقرآن وأكثر ارتباطاً بالالتزام الأخلاقي وأكثر ارتباطاً بالحلال والحرام كثير 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 من العائلات ومن التجار ومن رجال الأعمال ومن بقوا يخافوا ربنا أساساً فضلتك نخرج لفاصل سريع وبعد الفاصل نستكمل هذه السيرة الطيبة في سيرة الإمام محمد متولي الشعراوي ورحمة الله عليه إن شاء الله أرجو حضرتك بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا هي قرية مصرية أصيلة وبسيطة ملامح أهلها تنطبع عليها علامات البساطة والرضا الشيخ كان عطاؤه بيتزايد كان بيحب البلد ويحب أهل البلد كلمة تواضع ديا يعني بتهيألي ما, ما, ما تكفيش قرية دقدوس التابعة لمركز مدغمر محافظة الدقهلية أعزها الله بأن تكون هي الشاهدة على مولد الإمام محمد متولي الشعراوي ورغم وداعه منذ أكثر من 23 عام لا زالت تحتفظ بأثره داخلها حتى الآن فضريح الإمام الشعراوي بدقادوس هو رقعة طاهرة تنبعث منها روائح البركة والمسك تقع في جوار المجمع الخدمي الذي أسسه الإمام لخدمة أهل قريته والقرى المجاورة لها وعلى بعد خطوات من مقامه المبارك ومن داخل أحد الأزقة في هذه القرية تجد مسجد الأربعين الذي طوره وجدده الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي. هذا بالإضافة إلى معهده الأزهري الذي أسسه داخل القرية والذي يحتفظ باسمه حتى الآن كمؤسس لهذا المعهد الديني ليقدم لمصر أعلاما وعلماء على غرار قدوتهم ومثلهم الإمام محمد متولي الشعراوي. فضيله العالم الجليل الدكتور علي جمعة برحب بحضرتك مره اخرى اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا نستكمل الرحله مع احد اعلام المجددين في تاريخ مصر وفي الفكر الاسلامي في الشيخ محمد بطل الشعراوي ورحمة الله عليه اسمح لي حضرتك يعني اتوقف عند فكره التفسير او الخواطر فيما تابعناه وحتى من برامج حتى سابقه على الخواطر في نور على نور كان هناك ركيزه اساسيه وهي اللغه العربيه، كانت منطلق وعمود فقري اساسي في تفسير الشيخ الشعراوي، إلى أي مدى كانت اللغه العربيه مهمه؟ إلى أي مدى كانت اللغه العربيه هي مفتاح هذا التجديد وهذه الفلسفه التجديديه عند الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. فضيلة الشيخ الشعراوي أدرك مبكراً إذا أن اللغه في أولاً مفردتها وثانياً في تراكيبها. وثالثا في العلوم الضابطة لها النحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة أدرك أنها والفكر وجهان لعملة واحدة فإذا أردت أن يستقيم الفكر يبقى لابد أن تتعلم اللغة الشيخ الشعراوي أول ما بدأ تفسيره بدأه باللغة العربية وعشرين في المية كده بالعامي علشان يطري الجو يعني بعد كده ابتدت العشرين في الميه تزحف على الكلام الفصيح باللغه العربيه وتدخل حتى صار بالعكس اخر حياته اصبح سبعين 80% في الميه باللغه العاميه والباقي باللغه العربيه فلما راى الاستاذ محمود شاكر هذا زعل لأنه كان يرى نفسه برضه نصيرا للغه العربيه ويعد بيحافظ عليها ويدعو الناس اليها والاهتمام بها محمود شاكر رد على طه حسين في قضيه في الشعر الجاهلي وكذا م. الى اخره وله جولات وصولات حول اللغه العربيه بل وروايه اسانيد الشعر الجاهلي الى اخره فلما استمع للشيخ الشعراوي يعني ما ما اتبسطش علشان في عاميه في, في بعض الاحاديث فكان الدكتور محمود الطناحي من تلامذه الشيخ محمود شاكر رحم الله الجميع قال له انا شايفك منحرف شويه عن الشيخ محمد متولي الشعراوي قال له ده ده بيتكلم عن فقال له طب بس ده بيحبب الناس في اللغه وبيديهم المعلومه اللغويه علشان يصححوا كلامهم باللغه اللي هم عارفينها فاقتنع الشيخ محمود شاكر بهذا واصبح من متابعي التفسير للشيخ الشعراوي ما يفوتوش حلقه كان الاول يجي يقفل التلفزيون خلاص ما اناش عايز الراجل اللي بيتكلم بالعامي ده لكن لما التفت للمعنى الاخر وهو انك بذلك بتوصل اللغه العربيه حبيبتك للناس وتخليهم فاهمينها وتخليهم يتكلمون بها وما هي صعبه عليهم وتفك لهم المغلقات اذا فده معنى جليل جدا خلى الشيخ محمود شاكر يتتبع الشعراوي ويوافقه على المدخل ده فاللغه كانت اساس لمشروعه الدعوي لانها والفكر المستقيم وجهان لعمله واحده الشيخ جاب الكلام ده منين الكلام ده موصول مصر ولاده الشيخ كان جاب الكلام ده من واحد شيخ زمان كان اسمه الشيخ علي الجربي والشيخ علي الجربي ده كان آآ آآ يدي الدروس بتاعته في مسجد سيدنا الحسين وبعدين يخرج وهو لابس العبايه المفتوحه دي بتاعت زمان آآ آآ والأفطان والحزام وكده أخري وجيبه مليان بالحلويات م. ويروح ورا الأزهر في البطنية وفي حارة الأتراك وكده فالأولاد على طول أول ما يشوفوه يتلموا لأنه هو عارفين إن هو بيوزع حلويات. حلويات يوزع لهم حلويات ويقول لهم يلا نغني بقى ويمشي ويقول حاضر ناضر يا إخواني أما الغفلة ده شيء تاني من حلاوة صوته وترديد الأطفال حواليه بهذا يضج الناس بالبكاء وتتحرك قلوبهم ويصلي على النبي صلوا على جمال النبي فالناس وجود هذا الاتصال الجماهير المبني على الدعوة المبني على اللغة بيعد مشروع تجديدي من أحسن المشاريع ولذلك نرى دولة الإمارات ومؤسسة زايد رأت أنه لابد من ترجمة خواطر الشعراوي اللي هي لأنه وصل فيها إلى يمكن الجزء 27 حاجة زي كده, كده و28 و29 ما كانش و30 موجود وقام بالتحرير فضيلة الشيخ سامي ابنه وهو عالم ازهري كبير وكان امين مجمع البحوث الاسلاميه ترجموا هذا وجعلوني في مشرفا على او او في لجنه الاشراف على هذه الترجمه وفعلا ترجم الى اللغه الانجليزيه بعد ما استكمل فضيله الشيخ سامي الاجزاء البسيطه او الحاجات البسيطة التي لم يتكلم فيها سيدنا الشيخ محمد متولي الشعر رحمة الله إيه ده؟ ده استشعار بأن هذا خطاب يصلح لخطاب العالمين هيبقى أيوة مشروع 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 صحيح ومشروع تجديدي صحيح وأصله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعم. رحمة الله عليه فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي فالدكتور أنا شاكر جدا لفضلتك يعني على هذا الإبحار في سيرة مولانا الإمام الشعراوي شكرا لك شكرا جزيلا لفضلتك شكرا موصول لحضراتكم إلى اللقاء